سلام. راحوا ربنا. تفضلي، انا عارفك كيفك عدوتي يا انت، ربنا؟ عدوتي انت، عدوتي انت، جاتك القرف. بس هو سؤال يا حبيبي، يعني أنا بعرفك بتحس بالوحدة وبدك يانا نكون جيرانك بالنار وبالجنة للأبد للأزلين جيرانك. ما رح أسألك بشو بتؤمن كون اسمك مؤمن، بس أنا سمعت إشاعة بدي أتأكد منها، بيقولوا عنك إنك أنت جاي، لأنه أنت خلقت آدم ما خلقت مرة، وجبت ولد يسوع ما منعرف أمه مين، وفي كم شغلة هيك مشبوهة عنك، ملايكة كلهم رجال وكل الشياطين رجال، شو القصة؟ ما تكون جاي عن جد؟ مش مشكلة، أنا بايسكشوال، أنا بايسكشوال، ما وكمان شفنا ولا مرة معك ليا في إلا الحيوانات وليا في ولا مرة. الحشرات، كمان ليا في الحيوانات وفي الحشرات وكل حاجة، حتى النمل، أنا ليا في النمل. ما يا ربنا يا حبيبي، أنت مع النسوين كنت عم تنفخ فيهم بس مش عم تستعمل شغلتين. ما أنا ما عنديش، عندي الرغبة وعندي الإرادة، بس ما عنديش ما في بالأكاونت شي يا روحي؟ عندي الرغبة وعندي الإرادة وعندي كل حاجة، بس يعني في عندي مشكلة صغيرة قد كده. خلص خلص فهمت عليك، ولا يهمك حبيبي. عم أقول لحالي أنت خالقنا بالأرض كم سنة، لشو بدك يانا نكون جيرانك إلى أبد الآبدين؟ مش أنت وحيد يا قلبي؟ يلا ماشي الحال، أنا غفرت لك شوي، يلا أنا بشوفك بغير بسمة. هين أنا رايحة، في عندي كم شغلة بدي وز فيها، لأنه بدي أعلم، عندي درس خصوصي للوسواس الخناس. أوكي حبيبي. أنت عندك برص، أنا من إمتى بحب النساء؟ طول عمري بكرهكم، طول عمري بكرهكم.